يلا كملني، انا ما تكملتش. كملني لسه ما سكتش. كملني واعمل ما بدالك. شو بهمك اذا ما تكلمتش؟ حاصل فكري بلقمة عيش او بسكوت او خبز مقرمش. دور بحبش داخل عقلي. دور بحبش. بلكي تلاقي فكرة امي، فكرة تخلي الواحد يرمش. اوعى ترمش، خليك دوم مغمض عينك، خلي عينك صوب المفتش جاي يفتش جوا دارك، في جوالك، جوا عقالك، خلي عقلك مع المفتش، خلي عقلك جوا ستايل الام الراقي، جوا شعرك، في منطالك، في اطار الحكي، المزلكش، سكر جوالك لا تحكي، ليش تسكر؟ في المفتش، خلك خايف، هايب، نايم، لما تصحى يكون العادي وصلك جاثم، لما تصحى يكون العادي عنا محلش، لما تشوف اذا واحد يحكي قاعد يرمش لا ما تردش، كيف ترد وانت مكمم؟ كيف ترد انت ما ترمش؟ لما تسمع صوت ينادي، لما تسمع هزة نادي، لما تسمع لقصة ينادي او بغداد لبنان تنادي، سكر ذهنك ودايم طنش. كلمة طنش يعني طنش، سكر ذهنك حتى تحسب انك اطرش، حتى لما يرن بابك وانت بدارك تحكي مرنش، حتى لما يدقوا بابك وانت بدارك تحكي ما دقش، حيخلوك دوم انت معهم، حيخلوك انت ميتهم، انت معهم ومأيدهم. لو ما تكلمتش، لو ما سمعتش، لو ما رمشتش، هذا حصار الفكر بعقلك، هذه سياسة تهدم مجدك، حتى تسأله بكل عقلك هو حصار غزة ما نفكش، حتى تسأله بكل عقلك هو حصار لقصة ما نفكش. إذا فك حصارك راح ينفك، إذا سألوا عنك عرفت تشك وقالوا فرفش، فك حصارك انت بايدك، خلي العالم كله يريدك. ولو ما حربتش، لو ما حربتش انت بايدك، قلم يحارب ما يرتدعش. لو ما حربتش انت بايدك، فكري يحارب ما يرتدعش. لو ما حربتش انت بايدك، مالي يحارب ما يرتدعش. لو ما حربتش انت بايدك، امل الامة لا ما يكلش. اخر كلمة قبل ما افنش، اوعى تقول انك ما فهمتش، واذا ما فهمتش اسأل عقلك يمكن كمم والمفتش.